خرج المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الذي نظمه اتحاد المحامين الخليجيين بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية أعماله بعدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير وتعزيز مهنة المحاماة والارتقاء بها في ظل عدد من التحديات العملية والتكنولوجية المتجددة في هذا المجال. هذا وأكد حضور المؤتمر الذي جاء تحت شعار مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي على أهمية ما طرحه المؤتمر في جلساته الحوارية والنخب الفكرية المشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. هذا المؤتمر مهم كذلك لأن المحامين هم كذلك أحد المحركات الرئيسية للتنمية، باعتبار أن أي دولة تريد أن تستقطب أو تحافظ على مكانتها التجارية والاقتصادية أو تستقطب استثمارات جديدة، لزاما عليها أن يكون لديها منظومة عدلية وقضائية، ومن ضمن هذه المنظومة العدلية والقضائية وجود قضاء ناجح، وجود كذلك تشريعات متطورة، وكذلك وجود محامين ومكاتب محاماة تستطيع أن تقدم خدماتها للمستفيدين أو لمن يتعاملون معهم. وبالتالي وجود هذا المؤتمر ومناقشة هذا المؤتمر لهذه التحديات ولهذه المواضيع الهامة أعتقد ضمانة على أن نستمر نحن كمحامين خليجيين يعني عارفين أو مدركين للتطورات في مجال المحاماة. المؤتمر الثالث على التوالي تقريبا للسنة الثالثة على التوالي لاتحاد المحامين الخليجيين هو يعتبر من المؤتمرات المهمة السنوية اللي ينتظرها أغلب المحامين من مختلف دول الخليج. احنا اليوم قاعد نتكلم عن اتحاد يضم عدة جمعيات نفع عام تضم محامين على مستوى عالي. أهمية هذه المؤتمرات هي لزيادة الوعي والثقافة القانونية وتشارك الخبرات لتطوير مستوى المحامين في كل الدول، سواء دولة الكويت، عمان، البحرين، قطر، الإمارات. اليوم أهمية هذه المؤتمرات ضرورية لأن احنا اليوم نرفع هذا المستوى المهني في لجموع المحامين. أولا أحب أشكر اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية على تنظيم هذا المؤتمر المهم جدا في مجالنا احنا كمحامين. طبعا المؤتمر هذا تضمن العديد من المحاور المهمة اللي احنا نحتاج لها كمحامين وكقانونيين لتبادل هذه الخبرات ولنقل هذه التجارب عشان نشوف التحديات ونعرف شلون احنا نتجاوزها ونقدر نستفيد من خلالها. أضف إلى ذلك أن هذه المحاور جدا مهمة لأنها تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المحامين في دول مجلس التعاون. بالأخير احنا كمحامين شباب جدا سعيدين بعقد هذا المؤتمر.